هو يا المزايين، هو هذا بنزين وهذا هايبرد. هذا راح نصوره ان شاء الله ونسوقه بكره. هذا الهايبرد مع البنزين اللي راح يمسك تقريبا 113 كهرب. داخليه شوف ما له صوت ولا له مخارج كمان، تشوفون ما في مخارج كمان. هذول كلهن الهايبرد اللي راح نسوقهم بكره باذن الله. اللون درجه، اللون عجيبه، جاي ما بين اخضر فاتح عشبي فاتح. شوفوا هذولي البنزين 6 سلندر بدون هايبرد بدون شيء. لا بوريكم اللي هناك، يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. طبعا احنا جايين من الشرق الاوسط وفي ناس بعد من اوروبا ومن دول ثانيه عشان يجربون. ما شاء الله يا رب دخيلك، يا الله يا كريم انت رزقنا وترزق متابعينا غالي في هالمواتر وزيه منها بعد. ثمانيه متغيبين حبيبي. حكم الله السلامه. شوف والله ما اخفيكم، يا هي شمس يا هي شمس، بظل الجو شحليله بس الشمس لا. شوف شوف الثماني طرب طرب ناعم وانيق من برا وحش من داخل، وعنكبوت بالجبال ما شاء الله. شفتوا اداء بالجبال؟ ما تصدق ان هالمزيون راح يسوي هالاداء. رمادي فضي مطفي. هذول قالوا مسوقين على السريع، جربهن بعدين نبي نروح على الاسفي. شوف مجرد ما يتغير شكل الجنط يتغير شكل الموتر، وراح توفر بعدة مقاسات الجنوط. اجيب الجنط هاي شيء طالع شيء داخل شيء يروح يلبع. هاي هاريو شوف 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 تسمع صوت النحل. هلا وغلا بطيق متابعين بالعالم. هلا هلا ومسهلا. شو المارس يا مهندس؟ ايش الاخبار؟ احتاج اول القلب يقول هذول ما يمدينا ناخذهم معنا السعوديه. ها حالات حالات والله مدخلوا بالشنطه. يا رب دخيلك الشمس لعبت بي سعد. برجع الحين بصور لكم اللي هناك من الجهه الثانيه، بس خليني اقول لكم بس المكان اللي تغدينا به حلو الاماكن عنده. شوف هذا الاسفي صورت لكم لين دخته، صورنا لكم قبل لين دخته. عاش ابو حمد. الاسفي المنقب طويل. اوه وي نيد ذس. شوفوا 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 الجمال يا ناس، شوفوا الجمال. اللون كحلي والداخلي جملي، نفس الطريقة هايبريد وبنزين. هذا الاسفي، هذا العنبيات في صورة لكم هن اللي راح نرجع لهن الفندق. يا رب دخيلك. تشحن الكهرب هنا يمشيك تقريبا الى 113 كيلو بس على الكهرب. شوف
جاي لونين زي السفير الطويل اللونك. هو فخم ما شاء الله. اترك شلون هذا يمين، شوفوا هنا جملي. يو 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 يو، هذه المواصفات. ثبت الشاشة، 510 حصان نفس ما قلت لكم، للهايبرد 6 سلندر. يلا اوكي بنجرب 6 سلندر، هذا 400 حصان. سمعكم صوت الست سلندر، قول بسم الله. يا ولد العنابي كان وزان بعيني هنا بسبورت، وش السالفة؟ هذا بنجربه لكم على الطاير بس. ما شاء الله تبارك الله. يا ناس يا في نعومة عجيبة. والله يا في نعومة. شوف ما كانك تمشي على جنب 23 على تراب بعد. ما شاء الله تبارك الله. شيء خرافي. وش رايك بالعزم؟ شوف بقولك شيء، اللي متعود على 6 سلندر بيشوف انه كويس، اللي متعود على 8 سلندر وبينزل على 6 ما راح يجوز له، يعني في فرق بالقوه والنشاط بالثمانيه. باقي الهايبرد وانا متاكد انه اقوى الهايبرد، لانه 510 حصان، هذا 400 حصان. الهايبرد عزمه بعد حوالي 700 نيوتن عزمه، تخيل. فراح يكون ال 6 سلندر الهايبرد بيكون افضل واقوى من 6 سلندر. يعني انا اتمنى انهم ينزلون 6 سلندر الهايبرد عندنا، يعني تصير تاخذ يا الثمانية او الهايبرد. وهذا للناس اللي متعودين على 6 سلندر، اي مقارنه بالسعر، هو هذا اهم شيء. نازلين نرجع المكان حق الغداء وبعدين بناخذ سيارات ثانيه. العازل والاشياء الثانيه هذه كلها نفس بعض. صراحه اكثر لون عجبني الالوان اللي شفته الكحلي. هذا جاي غريب، جاي غريب شكله صراحة، مميز بنفس الوقت. بس كلون يفوز الكحلي اللي بوريكم اياه الحين، واللي صورته لكم قبل. شوف هذا، هذا المجنون. هنا ظلمته الشمس والإضاءة، قسما بالله يا هو مجنون اللون. شوف يوم قوت عليه الشمس صار أسود. شيء فوق الوصف، شيء خيالي. بحاول أقسم لك مقاطع الفيديو كل فئة الحال باللي أقدر عليه، مضبوط؟ يعني هذا يمكن أحطه لكم مع 6 سلندر بشوف، لأنه الوقت ضيق صراحة. فخلنا نشوف المزيون. شوف هذا ما راح يكون، شوفوا بحاول اقسم لكم من بيني وبينكم، صارت الوقت ضيق ولا يمديني اصور لكم كل شيء، لكن نطلع باللي نقدر عليه. الشكل الخارجي تشوفونه ما في فرق عن الاسفيل العادي، مضبوط؟ خطوط الشبك، الاشياء الثانيه، اللمسات البسيطه. هنا النور جاي عدستين، والجنط 22 مو 23. هنا راح تكون فتحه البنزين، هذه هي. الشكل الخلفي نفس البنزين العادي، انا هبرت بالاضاءه ما ادري ليش. شوفوا هذا هو نفسه، بس راح تكون في فتحه وين حقه الكهرب. هنا هذا هو اللي راح تشحن يا طول العمر الكهرب من هنا. هذا يفتح بالشكل هذا، مظبوط. والباقي كله نفس الموتر العادي. هذه المواد اللي تعتبر مواد تصنيع.
تقدر تطلب اي شيء تبيه بعد. نشوف الشكل الخلفي. الشكل الخلفي مع الشنطة. الداخلية وركب موترنا هذاك. صور لكم. بالله شوفه بطفي الموتر. المكيف شغال مظبوط. اطفيه. شوف 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 شوف. يعطيك كم باقي من الشحن حق الكهرباء. افتح الباب. 100 كيلو يمشيك كهرباء الحال بدون بنزين 100 كيلو مظبوط. نشغل الحين. شوف ما راح تسمع صوت تشغيله. شوف اشتغل. دلع 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 دلع. الهايبرد اذا جاء دلع. والشحنات والاشياء الثانيه خلوا اذا مشينا بركب انا وبعدين ابو سعيد بسوق وبصور لكم كل الاشياء. شوف هذه اللي كان باقي. اللي مميزه هو كهرب وبنزين. القوه القوه يبرد خاطرك بالدعسه كانك تدعس الموتر 8 سلندر يعني. الباقي نفسه 6 سلندر بس الاعدادات البسيطه حقت الهايبرد. عاد هنا سيراميك الاس في راح يكون فيه الشكل. نفس تسارع 8 سلندر. عجب سعيد عظيم قوته نفس الثمان. ملاحظ شل عمره شل طير. والار بي ام عندك صفر على الكهرب سرعة 100. وهنا عندنا حقت قراءات حقت الكهرب. المسافة المتبقية 78 راح يمشي الكهرب. وهنا يا طول العمر الحين نمشي على البطارية. ما في صوت ابد. سلام سلام. الاي في رفعية تقدر تختار من هنا. اعذرونا على التغطية السريعة لكن بنزل لكم جزء ثالث كله عن الهايبرد والبنزين رينج روفر سبورت. قريبا بإذن الله راح تنزل التجربة. شرحت لكم وفصلت لكم أكثر. لا تنسانا يا حبيبي رشة عطر لايك على السريع. فمان الله وبحفظ الكريم.